أسعدتم من مساء مشاهدينا الكرام، وهذه هي أبرز العناوين المسائية. مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بإصابات متفاوتة الخطورة جراء اصطدام حافلتين لنقل العمال بمنطقة بني مكادة بطنجة. وفريق طبي جراحي بمدينة العيون يتمكن من إنقاذ حياة طفل ذي 15 سنة ورجله من البتر بعدما تعرض إلى حادث في وقت سابق. جولة جديدة مع مقاطع الفيديو المثيرة والتي استأثرت باهتمام المبحرين في الشبكة العنكبوتية من خلال الفقرة الأسبوعية نقرة الويب. وكورنيش الناظور الذي تمت إعادة تهيئته غدا الوجهة السياحية الأولى بالإقليم لما بات يتوفر عليه من مرافق وفضاءات أخذة. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم ضمن آخر عرض إخباري لنهار اليوم مباشرة من القناة الثانية. حرب الطرق مستمرة ببلادنا وأحدث ضحاياها 4 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 13 آخرون إصابات متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت صباح أمس جراء اصطدام حافلتين لنقل العمال بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة. روبورتاج صديق بن زينة وفريد غيتشو. الصورة تبين قوة الاصطدام بين حافلتين لنقل المستخدمين في منطقة الحراريين بطنجة. حادثة سير مميتة وقعت صباح اليوم وخلفت مصرع 4 أشخاص وإصابة 13 آخرين بجروح، حالة 5 منهم توصف بالخطيرة. جميعهم يتلقون العلاج بمختلف المصالح الطبية بمستشفى محمد الخامس بطنجة. ماشيين في ترانسبور، واحد لحظه كنشوفوا الترانسبور جاي في الامام كيفقد التوازن ديالو، ربما الشيفور ديال الترانسبور الاخر كان ناعس، وصافي تشك واحد لحظه كنشوف الترانسبور دخل في الترانسبور. وقعت اليوم حادثه سير مميته ما بين جوج حافلات ديال نقل العمال، كانوا فيها 4 وفيات و5 حالة حرجة و8 حالة مستقرة، حالات مستقرة. هذه الحادثة تنضاف للسجل الأسود لحوادث السير المميتة المسجلة في قطاع النقل المستخدمين بطنجة، إلى درجة أن ناقلات العمال أصبحت توصف بالمقاتلات، فأكثر من 3000 سائق يؤمنون نقل المستخدمين في ظروف ضاغطة تتسبب في حوادث سير قاتلة على مدار السنة، فكل سائق مطالب بنقل ما معدله 260 مستخدما في اليوم عبر رحلات مكوكية خطيرة. عندنا بزاف ديال المشاكل في هذا القطاع، عندنا السرعه بزاف وقله الناس، وهذه الاشياء هذه هي من الاسباب الرئيسيه اللي كتؤدي لحوادث السير، والحوادث كتكون كارثيه الله يحفظ. حنا عندنا التراجيس بزاف، يعني عندنا شي فور كيوصل حتى 10 ديال التراجيس، 11 12. وبالنسبه للسلطه كخصها تتحرك في هذا المجال هذا وتعمل واحد التقنين في هذا القطاع. وهو القطاع الذي تؤمن فيه أزيد من 600 شركة نقل المستخدمين في طنجة، وتشير بعض الأرقام أن 200 شركة فقط تتوفر على رخصة، الشيء الذي يجعل القطاع يعاني من مشاكل خطيرة تنتج مثل هذه المآسي الدامية على طرقات مدينة طنجة. نتحول جنوب المملكة إلى مدينة العيون، هناك فريق طبي جراحي متخصص تمكن من إنقاذ حياة فتى ذي 15 سنة ورجله من البتر بعدما تعرض إلى حادث في وقت سابق نتج عنه قطع الشريان الفخذي، والمصاب يوجد الآن في حالة جيدة بعدما تجاوز مرحلة الخطر. روبورتاج يوسف ويشو، تعليق بصوت عمر أجراري. أجواء من الارتياح تسود لدى عائلة الطفل أحمد بعدما كاد يفقد رجله اليسرى إثر تعرضه لإصابة بآلة حادة على مستوى الفخذ. حالته الصحية الآن مستقرة بعدما خضع لتدخل جراحي مستعجل، هو الأول من نوعه على مستوى الأقاليم الجنوبية. خرجت من المدرسة صافي واحد شوية، ضربت اللور ما حسيت
حسيت والو، حتى الدم صافي لقيته تيخرج، صافي فقدت الوعي ديالي، حتى لقيت راسي في المستشفى صافي، ودابا راه تنحس برجلي الحمد لله. انا هذيك الساعه ما عنديش احساس كاع، الاحساس ديالي هو ولدي تنشوف فيه غادي يموت، ولهذا تنشكر الدكاتره كلهم الله يجازيهم بخير اللي نقذوا لي الدري من هذه الاصابه هذه. الإصابة على مستوى الشريان الفخذي أدت إلى توقف الدورة الدموية بالجزء الأسفل من الرجلة، وباتت حياة المصاب مهددة. هذه الحالة هذه عواقب ديالها وخيمة، تتجلى في الموت نتاع الطرف السفلي، وخصنا نديروا البصر لإنقاذ حياة المريض إلا ما كانش تدخل بعجالة على مستوى الشرايين، الشيء اللي قمنا به الحمد لله. يا المريض ديالنا اليوم الحمد لله بصحة جيدة، عندنا إحساس بأن الدورة الدموية تسير بشكل جيد على مستوى الأطراف وعلى مستوى الرجل. المستشفى مولاي بن الحسن بن المهدي صباح مستشفى مرجعي بالنسبة للجهات الجنوبية الثلاث، وبالتالي تم انقاذ هذا المريض، لان كان من الممكن انه يفقد يتم البتر نتاع الريش ديالو. هو انجاز طبي اخر يسجل بالاقاليم الجنوبيه بعدما ركب هذا الفريق الطبي تجربه متميزه في تدخلات مماثله، خاصه في جراحه الكليه لازيد من 50 مريضا بالقصور الكلويه. بنواحي العرائش وبأحدى المؤسسات التعليمية بالعالم القروي تم إطلاق عمليات من الطفل وإلى الطفل، وهي مبادرة تهدف لإعادة أكثر من 300 ألف طفل من المنقطعين عن الدراسة لفصول الدرس، وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الهدر المدرسي. عودة إلى صديق بن زينة وفريد غيتو. الحمد لله توفقت وقريت. تتحدث هذه الفتاة عن محنة انقطاعها عن الدراسة، وكيف تجاوزت هذه المحنة بعد أن أتيحت لها فرصة الرجوع إلى طاولة الدراسة من جديد، فرصة أتيحت في إطار برنامج تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية غير النظامية. قطعت لي مدة عام، بقيت جالسة في الدار وحاولت ما بقاش جالسة نشغل راسي، خدمت في الشركة، ولكن في الحقيقة ما جبرتش في حد التعليم، ندمت بزاف بزاف وحاولت نرجع الدراسة ديالي. نمشيو نحسو التلاميذ اللي انقطعوا عن الدراسة ديالهم، نحاولوا أن نقنعوهم يرجعوا للمدرسة ديالهم، يكملوا مشوارهم الدراسي. وتندرج هذه المبادرة في إطار عملية من الطفل إلى الطفل التي تندرج في إطار برنامج فرصة للجميع بشراكة مع منظمة يونيسف، وهي العملية التي ستساهم في إحصاء 70 ألف طفل غير متمدرس وإرجاع حوالي 30 ألف طفل إلى صفوف الدراسة بالمؤسسات الابتدائية بعد تأهيلهم في إطار المواكبة التربوية. يتعلق الأمر بسلسلة من الأنشطة والمبادرات التحسيسية حول فرصة الرجوع إلى المدرسة التي تتاح للأطفال المنقطعين عن الدراسة. هذا البرنامج الطموح من طفل إلى طفل بغينا له واحد المقاربتين، المقاربة الأولى هي مقاربة وقائية باش نتخلصوا من هذا الهدر المدرسي نهائيا، والمقاربة الثانية مقاربة علاجية لتمكين التلاميذ الذين انقطعوا على المدرسة باش يرجعوا المدرسة في إطار المدرسة الفرصة الثانية. وستمكن عملية من الطفل إلى الطفل من انخراط ومشاركة حوالي 8 آلاف مدرسة ابتدائية وأكثر من 1900 مؤسسة ثانوية إعدادية في عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة التلاميذ، وتكوين أزيد من نصف مليون تلميذ وتلميذة من مستوى السادس ابتدائي حول أسباب الهدر المدرسي. وقبل مواصلة هذه النشرة نشير إلى برقية التهنئة التي بعثها جلالة الملك محمد السادس إلى السيد سيريل رامافوسا بمناسبة تنصيبه رئيسا لجمهورية جنوب إفريقيا. في ليبيا المعركة حول العاصمة طرابلس المحاصرة تزداد شراسة يوما بعد يوم، وفي أحدث فصولها الهجوم الكبير الذي تشنه حاليا قوات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا على مواقع قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. تقرير زهير الداوتي. ما
مع اشتداد ضراوة معركة العاصمة طرابلس المحاصرة، شنت القوات العسكرية الموالية للحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة يوم السبت هجوما مضادا على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. قوات حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها فايز السراج تسعى من خلال أخذ المبادرة الميدانية إلى دفع قوات حفتر الرجل القوي في شرق ليبيا إلى خارج مساحة ما قبل الرابع من أبريل المنصرم، تاريخ بدء حفتر هجوما واسع النطاق للسيطرة على طرابلس. هذا التطور الميداني يأتي بعد يوم من تعرض مجمع كبير في وسط طرابلس يجتمع فيه نواب مناهضون لحفتر لقصف جوي تسبب بأضرار مادية جسيمة، وقد اتهمت حكومة سراج قوات حفتر باستهداف المقر. وقد أسفرت المعارك في طرابلس عن مقتل 510 أشخاص على الأقل وإجبار 75,000 شخص على النزوح عن منازلهم وفقا للأمم المتحدة. وفي السودان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان أجرى أمس محادثات في القاهرة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول زيارة له خارج بلاده منذ توليه منصبه. وتأتي هذه الزيارة في ظل التوتر المتصاعد في السودان بعد دعوة قادة الاحتجاج لإضراب عام يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. عودة إلى زهير الدوتي. في أول زيارة له خارج السودان منذ توليه المنصب الجديد، أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان السبت محادثات في القاهرة مع رئيس مصر عبد الفتاح السيسي. زيارة البرهان إلى القاهرة تأتي قبل أيام من إضراب عام دعا إليه قادة حركة الاحتجاج في السودان الثلاثاء والأربعاء لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين. احنا كلنا مضربين، ومهما كانت الظروف احنا بدينا ثورة قوية، هنواصل على هذا النهج وما هنستسلم لحد ما نصل لهدفنا، لانه احنا لحد الان ما حققنا اي واحدة من اهدافنا ولا مطالبنا طالبنا بها، كلها بتقع تحت بند المدنية. آلاف المعتصمين يواصلون إذن تجمعهم أمام مقر الجيش في وسط الخرطوم لمطالبة العسكريين بتسليم السلطة للمدنيين. فمنذ بدء شهر رمضان وحتى الآن لم يغير المحتجون من عاداتهم كثيرا، فهم ما زالوا يتوافدون يوميا إلى مقر الاعتصام، ولا سيما وقت الإفطار أو السحور حين تنطلق الهتافات والشعارات المطالبة بالحكم المدني ومحاسبة رموز نظام الرئيس السابق عمر البشير. الوقفة الاحتجاجية اللي نظمها تجمع الإعلاميين السودانيين كانت بقصد إنه نشارك في ونبدي استعدادنا الكبير للإضراب السياسي والعصيان المدني. المفاوضات بين المجلس العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير تجري حول إدارة الفترة الانتقالية، وقد علقت المفاوضات ثلاث مرات منذ إسقاط البشير كان آخرها الاثنين. فهل يقوي تنفيذ إضراب عام في عموم أنحاء البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء من الموقع التفاوضي للمحتجين؟ وفي القارة العجوز، توصلت أمس الانتخابات الأوروبية في ثلاث دول أخرى هي مالطا ولاتفيا وسلوفاكيا، على أن تليها 21 دولة سيتوجه الناخبون بها اليوم إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث يسود التوجس حاليا بعد أن أشارت استطلاعات الرأي إلى تقدم جديد للأحزاب الشعبوية واليمينية المتطرفة. نعود وطنيا بهذه المبادرة التضامنية في هذا الشهر الكريم، حيث تطوع مجموعة من الشباب بجماعة تين دين بإقليم تارودانت لتقديم مساعدات عينية لأزيد من 250 شخصا من المعوزين من ساكنة العالم القروي. روبورتاج الحسين الزيق ورفيق جمت. بمركز جماعة تيندين اجتمعت ساكنة ضواوير ومداشر منطقة طميغاط للاستفادة من حملة المساعدات الإنسانية والتي يشرف عليها ثلة من الشباب المنحدر من المنطقة. احشمينا دليخ حسنين هات نحسن ربي نفرحاسن تعاونا تدليخ ديالك من نفرحاس تقادات مقور دار هات نصرف ربي غنا غلان غدا البيضة ولا مراكش ولا سلا ولا كل ماني غلان إسار التوين المعاونة إدراوش هات نصرف ربي.
على بعد 80 كيلومترا من تارودان تقع الجماعة القروية تندين. إنها واحدة من أفقر الجماعات من حيث البنية التحتية وبساكنة تفوق 4000 نسمة. هذه مبادرة حسنة كيقوموا بها مجموعة من الشباب. كنشجع الشباب باش يفكروا في المنطقة ديالهم وتفت التنمية ديالها، لأنه إلا تجينا الجماعة ديال تندين كتعاني من البنية التحتية، ولا طريق مهيأ ولا معبد. كنقول للشباب يردوا بالهم البلاد ديالهم وينميوها. أزيد من 250 شخصا استفادوا من مساعدات عينية من تنظيم مجموعة من الشباب، شباب مؤمن بمبادئ التكافل والتضامن الاجتماعي، خاصة ونحن في عز الشهر الفضيل. والرحلة واللحظة رحلة إلى جديد مقاطع الفيديو المثيرة والتي استأثرت باهتمام المبحرين في الشبكة العنكبوتية والفقرة الأسبوعية نقرة الويب كالعادة. معك شيماء العلام. شيماء مساء الخير. مساء النور هشام. نبدأ بانتشار خبر إطلاق حافلات وردية مخصصة للنساء بمدينة الرباط. الخبر تم تداوله على أنه مشروع يرمي إلى الحد من ظاهرة العنف والتحرش ضد النساء داخل وسائل النقل العمومية. هذا الخبر الذي راج لم يلقى ترحيبا من قبل نشطاء الويب الذين رأوا فيه تمييزا بين الجنسين وتقبلا للظاهرة كأنها واقعا لا مفر منه، وأنه ليس حلا مناسبا ونهائيا لظاهرة باتت مزعجة. رد عمدة الرباط لم يتأخر طويلا ونفى كل ما تم الترويج له باعتباره إشاعة لم تطرح يوما في برنامج العمل، وأن إدارة ملف النقل الحضري ليس من اختصاص الجماعة بل لمؤسسة التعاون بين جماعات العاصمة. والآن إلى واقعة حرق 40 قطة بمدينة أسفي. بدافع عن انتقام أقدم شاب على إدرام النار في كوخ لقطط كانت ترعاها سيدة بمدينة أسفي بعد أن وقع بينهما خلاف. صورة القطط وهي متفحمة أشعلت المواقع واستنكرتها جمعيات تعنى بالدفاع عن حقوق الحيوان الذين طالبوا بمحاسبة مرتكب هذا الفعل وبتعديل قانون يجرم الاعتداء على الحيوانات التي تكون في ملك الغير ولا يحمي الحيوانات الضالة. وهشام، قد أمرت النيابة العامة بمتابعة المشتبه فيه. لحظة، نتحول إلى ظاهرة الاعتداء على التربويين بالجزائر والتي كشف عنها مقطع استنكره رواد المواقع وكذا رجال تعليم بالجزائر. على مرأى من الجميع رشقت مستشارة تربوية بالبيض والدقيق من طرف التلاميذ أمام مقر عملها بولاية البليدة بالجزائر. اعتداء استنكرته النقابات الوطنية للتعليم ورواد المواقع الذين وصفوه بغير الأخلاقي والمخزي للمنظومة التعليمية، معربين عن أسفهم لحال المعلم. فبالأمس كان مصدر إلهام ومحل احترام وكانت له مكانة كبيرة، أما اليوم فيهان ويذل. بعد انتشار المقطع تم فتح تحقيق، ومن جهتها مديرة التربية لولاية البليدة قامت بإحالة 12 تلميذا على المجلس التأديبي. وككل أسبوع شيماء تحملين معك تطبيقا رمضانيا جديدا. نعم، هذا الأسبوع نقترح على المشاهدين تطبيق يساعدهم على ختم القرآن. ختمه مصحف إلكتروني ببعض الخصائص التي تسمح للمستخدم بالحفاظ على قراءة ورد يومي وبشكل منتظم، وبه خاصية التنبيه بالقراءة في الوقت الذي يحدده المستخدم، ويشمل دعاء لختم القرآن والأوراد اليومية، وهو مدعم بلغات عدة. ونختم بعودة الفنانة الكبيرة عزيزة جلال والتي أعقبت غيابا طويلا. نعم هشام، مبدعة مستنياك يا روحي بشوء كل العشاق، انتظرها عشاقها طويلا فأطلت عليهم بنفس طلتها البهية. تشدو رائعتها من خلال برنامج تلفزيوني بنفس الإحساس وبصوتها الذي لا يزال صداه ينساب في الأسماع لحنا، وبنفس النظارة والابتسامة التي لم تنل منهما أزيد من 3 عقود شيئا. فاجأت من عاش أيام الزمن الجميل ومن أتى بعده من جيلنا الحاضر. لنستمع. مهما بعدت ومهما غبت يا روحي عني قريب مني. ترى 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 ترى
طالت رحلتك مستنياك قلبي معاك يا حبيبي في غربتك تريرارا مستنياك يا روحي بشوق كل العشاق ترارا مستنياك تعبت تعبت من الأشواق ترارا مستنياك وانا دايبة يا عيني. والصوت سام ما يزال يشنف المسامع حتى اليوم. بالفعل ختام ولا أروع لهذه الفقرة، واللقاء يتجدد بك الأسبوع المقبل بحول الله شيماء. إلى مدينة النظور، حيث يفضل سكانها وزوارها على حد سواء في ليالي الشهر الفضيل ارتياد كورنيش المدينة على ضفاف بحيرة مارتشيكا. الكورنيش الذي تمت إعادة تهيئته أضحى الوجهة السياحية الأولى بالإقليم بما يتوفر عليه من مرافق وفضاءات تجلب إليها الأسر وأيضا الأطفال، كما سنتابع ضمن ريبورتاج فؤاد العزوزي ومحمد حشوب. البعض يفضل إفطارا في الهواء الطلق على ضفاف بحيرة مارتشيكا. سكان وزوار مدينة الناظور بات كورنيش المدينة ملاذا لهم للترويح عن النفس في أمسيات شهر رمضان الأبرك. جو كيكون عائلي هنا، كيتجمعوا العائلات وأصحابنا كان باش نحيدوا الفطور هنا في الناظور. هنا المنظر زوين، كتمتع هنا شوية مزيان نقي، كان واحد النظافه وكتبدل الجو. مره كنجمعوا حنا والاصدقاء هنا في كورنيش الناظور، كنهرسوا الروتين شويه الخدمه وكنفطروا في واحد الجو عائلي ولات عاده هنا في الناظور. كيف كتشوفوا راه كلشي ولا كيفطر هنايا على البحر. نظن خيجنت ندين الحمد لله قضي جنت حصوني الصباح ان نتصيد عبي ان شاء الله هاك الوقت الدور شنت مدينه مو لي غروند فيل. الحمد لله نتمنى ان شاء الله تيري رخا ان شاء الله دي تنتين تفغني ولا نتفغن اكثر من سنه في مليون سنه وارين مغاب. كورنيش مدينه الناظور قبله لسكان المدينه وزوارها، هنا تجد فضاءات للنزهه العائليه واماكن مخصصه للعب الاطفال، بينما يحبذ البعض بعد الافطار والصلاه ارتياد المقاهي للقاء الاصدقاء والاجتماع حول اللعبه المفضله في الشمال. مور صلاه التراويح كنجيو كنبدلوا الاجواء هنايا في اهم الشارع في الناظور وشارع محمد الخامس، والقرب كاين الكورنيش. كما كتشوفوا واحد اللعبه كنلعبوها هنايا معروفه في الشمال البارتشي. المميزات اذا غيت جانت من زيت مزين الشين تيراريت ونتيراريت كيم الدكر مش ما مشينا وما تنغلي يزيد حمار بدر الجونين تداث الجونين نهار تيرين سواس. كورنيش مدينه الناظور الذي تم تهيئته بكلفه تناهز 240 مليون درهم اصبح الوجهه السياحيه الاولى بالنسبه لساكنه مدينه الناظور واطفالهم في ليالي شهر رمضان الفضيل. أخيرا، بحسن بيء كبير استطاع الفنان الكونغولي أولريش زواندا أن يبدع في مجال النحت من خلال مواد تدوير كالبلاستيك والورق والأسلاك الحديدية ليخلق تحفا جميلة تنهل من التراث الإفريقي الغني، كتمثال محارب الماساي الذي يشرك الأطفال في صبغته وتلوينه. الروبورتاج لمحمد القنت ومصطفى السعدوني. لا يحتاج هذا الفنان الكونغولي الشاب إلى الكثير من الأشياء ليخلق منحوتته الجميلة، فمن مواد التدوير يصنع تحفا فنية، الأسلاك الحديدية وقطع البلاستيك والخشب كلها مواد لتفجير الطاقة الإبداعية لهذا الفنان. أنا هنا بالمركز الثقافي الفرنسي من أجل تنشيط ورشة لفائدة الأطفال، حيث أنجزت نحتا لمحارب الماساي انطلاقا من مواد التدوير، فهناك الزجاجة البلاستيكية وغيرها من المواد، ومنها صنعنا مجسما وشارك الأطفال في تلوينه. sur le thème de la récupération et on a fait une très grande pièce dont les enfants en train de travailler dessus. البعد الإيكولوجي والتربوي حاضر بقوة في أعمال أولريش زواندا الذي يحاول إشراك الأطفال في ثقافة حماية البيئة من خلال ورشات للنحت بمواد التدوير لخلق مجسمات فنية جميلة تطلق عنان الإبداع لديهم.
تلقين الأطفال أسلوب التدوير وأيضا إعطاؤهم الوسائل لحماية الكون من التلوث. هذه مبادرة مهمة بالنسبة للأطفال، فهي توقد لديهم الحس الفني والإبداعي. هناك من الناس من يرمي بعض المواد كالبلاستيك وغيرها في القمامة، وآخرون يجعلون منها تحفا جميلة. بالخزانة الوسائطية للمركز الثقافي الفرنسي يرد الفنان أولريش زواندا منحوتاته الغرائبية المستلهمة من التراث الثقافي الإفريقي الغني والمتنوع. وقبل الختم، من بين أبرز ما ورد في مسائية هذه الليلة، حرب الطرق مستمرة ببلادنا، وأحدث ضحاياها 4 أشخاص لقوا مصرعهم، فيما أصيب 13 آخرون إصاباتهم متفاوتة الخطورة في حادثة سير وقعت صباح أمس جراء اصطدام حافلتين لنقل العمال بمنطقة بن مكادة بطنجة. وقد فتحت السلطات المعنية تحقيقا في الموضوع لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث. نهاية المسائية، منا لكم أجمل التحايا وفي أمان الله.